السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. في هذا الدرس سنتطرق إلى الحالات الخاصة لمعادلة ديكارتية للمستقيم في المستوى الديكارتي، في كما قلت يعني تسمى الهندسة الديكارتية أو الهندسة التحليلية. إذا الهندسة التحليلية نتطرق بأدوات تنتمي إلى التحليل، إلى أشياء تنتمي إلى الهندسة. على سبيل المثال المستقيم. المستقيم هو ليس يعني شيء في التحليل، وإنما هو شيء في الهندسة. يعني مفهوم المستقيم يعرف فيه الهندسة، ونتطرق إليه باستعمال التحليل. ويعود هذا المفهوم يعني نسب إلى ديكارت، ولكنه في الحقيقة كما قلت يعني علماء قبل من ديكارت تطرقوا إلى الهندسة التحليلية. لا أطيل عليكم، و AX زائد BY زائد C تساوي صفر. AX زائد BY زائد سي تساوي صفر هو الشكل العام لمعادلة مستقيم. إذن سأنظر إلى هذه الأعداد، سأنظر إلى العدد A و B و C. هي أعداد معلومة، الأعداد A و B و C هي أعداد معلومة، و X و Y هي أعداد تتغير. إذن سأتطرق إلى حالتين خاصتين يعني تهماننا. هي الحالة عندما يكون العدد A يساوي صفر، وعندما يكون العدد B يساوي صفر. إذا كان A و B يساوي صفر، إذا كان A و B يساوي صفر، هذه الحالة ليست مهمة، لأن تصير يعني C يساوي صفر، وهذه الحالة ليست مهمة ولا تعبر على مستقيم. إذا كانت A يساوي B يساوي صفر، إنها ليست معادلة مستقيم. يعني لابد بأن A يختلف عن الصفر، أو B يختلف عن الصفر، يعني أحدهما يختلف عن الصفر. قد يكون كلاهما مختلف عن الصفر، ولكن قد يكون أحدهما مختلفا عن الصفر والآخر مساويا للصفر. إذا سندرس هاتين الحالتين الخاصتين، يعني A يساوي صفر على حدا و B يساوي صفر. إذا كان A يساوي صفر، تصير في جريك زائد C يساوي صفر. ضمنياً إذا كنت A يساوي صفر، يعني ضمنياً أن B يختلف كما قلت يعني منذ لحظات، أن B يختلف على الصفر. يعني Y يساوي ناقص C على B. إذن Y يساوي عدداً ثابتاً، لأن كما قلت C و B هي أعداد معلومة. إذن Y يساوي عدداً ثابتاً، يساوي constant هو عدد ثابت، أو بيان النومر كونستانت هو عدد ثابت لا يتغير. إذن هذه الحالة يكون هذا المستقيم في حالة إذا كان A يساوي صفر و B يختلف عن الصفر، فإن هذا المستقيم يكون مستقيما أفقيا إن دوات أوريزونتال، و يعني بنفس الطريقة عندما يكون A يختلف عن الصفر و B يساوي صفر. إذا أعود إلى الحالة الثانية. قلنا عندما يكون A يساوي صفر و B يختلف، المستقيم أفقي. إذا كان A يختلف عن الصفر و B يساوي صفر، لكن A يختلف عن الصفر، إذا تصير AX زائد C يساوي صفر. يعني A تساوي ناقص C على A، يكون A X إذن عفوا X يساوي
ناقص سي على أيضا يكون إكس يساوي عددا ثابتا، إكس يساوي عددا ثابتا. في هذه الحالة سأرسم هذا، في هذه الحالة سأرسم هذه إكس هذه إيكغيك، هنا يا إكس هنا هذه ثابتة ثابتة. ويكون ذلك المستقيم دي عموديا، المستقيم يكون عموديا، إذا فيرتيكال باللغة العربية، فيرتيكال باللغة هنا يكون المستقيم عموديا، يكون فيرتيكال، وفي هذه الحالة يكون أفقيا ويكون أوريزونتال باللغة الفرنسية. أكتب المستقيم عمودي. إذا هذه الحالات الخاصة، الحالات الخاصة إذا كان A يساوي الصفر و B يختلف عن الصفر، والحالة الثانية الخاصة هي A تختلف عن الصفر و B تساوي الصفر، والحالة الثالثة هي الحالة العامة هي أن A يختلف عن الصفر و B يختلف عن الصفر، هي الحالة العامة. الحالة العامة إذا هي A يختلف عن الصفر و B يختلف عن الصفر. سأكتب إذا كان A يختلف عن الصفر و B يختلف عن الصفر، سأكتب هذه، سأحاول أن أكتب هذا هذه المعادلة بشكل آخر. سأحاول أن أكتب Y في جانب، سأكتب Y في جانب وأكتب الشيء كل ما تبقى في جانب الآخر. إذا B يساوي ناقص AX ناقص AX ناقص C، وأقسم على B وأقسم على B في إطار الاشتقاق، في إطار الاشتقاق دائما نكتب هذه المعادلة على هذا الشكل. Y يساوي أعيد كتابتها AX ناقص AX ناقص AX ناقص AX على B، Y يساوي ناقص AX على B ناقص C على B على B. في إطار الاشتقاق دائما نكتب المستقيمات على هذا الشكل، نكتب معادلة المستقيمات على هذا الشكل، لأن هذه معادلة المستقيم عندها يعني علاقة مع الاشتقاق، ودائما أنا أحاول أن أجيب ذلك التلميذ الذي طلب مني يعني مفهوم الاشتقاق. جيد، هذه حالة خاصة من إذا كان A يساوي صفر، قد أدرج هذه الحالة تماما، هذه الحالة قد أدرجها هنا وتكون Y يساوي ناقص C على B، لأن A كما قلت A يساوي صفر. جيد، ولكن يعني عموما عندي Y يساوي ناقص A على B ناقص C على B، حيث A و B و C حيث A و B هما عددان يختلفان عن الصفر. معلومة أخيرة أقولها وأنهي الفيديو، ناقص A على B ناقص A على B هذا العدد، هذا العدد اللي مضروب هنا في X ناقص A على B ناقص A على B، إذن ناقص A على B يسمى المعامل، هو المعامل الموجه للمستقيم. ناقص A على B هو المعامل الموجه للمستقيم T، وباللغة الفرنسية الكوفيسيون ديريكتور. الكوفيسيون ديريكتور، ديريكتور الفعل الذي جاء من كلمة ديريكتور هو ديريجي، لأن ذلك هذا المعامل هو الذي يوجه ذلك المستقيم، هو الذي يوجه ذلك المستقيم. إذا ناقص AX على B ناقص C على B، ناقص A على B هو المعامل الموجه، وهذه المعلومة ناقص C على B ناقص C على B هي أيضا عندها اسم، هي أيضا عندها اسم سأكتبه، ناقص C على B هو الأرتوب، هو الأرتوب عند الصفر، هو الأرتوب عند الصفر
ناقص سي على بي هو الارتوبة عند الصفر، يعني بشكل يعني بسيط يكفي أن أضع إكس يساوي صفر لكي تصير إكس يساوي ناقص سي على بي. هذا هو الذي يفسر الاسم الذي أعطيه، يعني الأرتوب عند الصفر. لوغدوني باللغة الفرنسية، لوغدوني ألوغيجين، لوغدوني ألوغيجين. وأنهي الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.